ما حكم ارتفاع الإمام على المأمومين؟ ما حكم ارتفاع المأمومين؟ نعم، لا حرج أن يرتفع الإمام على المأمومين، وقيده بعض العلماء إذا لم يكن أكثر من الذراع، والصحيح أنه لا قيد ما دام يمكن المتابعة. ثم إن علو الإمام عن المأمومين عندنا لا يمكن أن يتحقق على الوجه الذي ذكره الفقهاء، لأن الإمام سيكون معه أحد، أليس كذلك؟ الإمام سيكون معه أحد في مكانه، والفقهاء الذين كرهوا أن يكون الإمام عاليا يريدون إذا انفرد في مكانه وحده هو والناس تحته، وهذا شيء لا يوجد في وقتنا الحاضر. يعني لا تجد إماما عاليا إلا ومعه جماعة، وحينئذ لا كراهة، والعكس لا بأس به، علو المأموم لا بأس به، علو الإمام لا بأس به.